أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المصرية على كافة الأصعدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حل جذري للأزمة عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها. جاء ذلك خلال لقائه كريستيالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 والمنعقدة في دبي، حيث أشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية مستمرة في جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، موضحا أنه تم تقديم 130 ألف طن مساعدات لأهالي غزة، من بينها 100 ألف طن مساعدات مقدمة من مصر وحدها. من جانبها قالت مديرة عام صندوق النقد الدولي إن الصندوق بدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وكذلك لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل، معربة عن تفهمها لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر خاصة تطورات الحرب في قطاع غزة وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر.